بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، والأهلي في المونديال بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين وهذا البث الاستثنائي في لحظات السعادة والفخر بالأهلي. الأهلي على أرض المونديال، الأهلي سفير الكرة المصرية والأفريقية للعالمية. النهاردة باشمهندس يمكن كان خبر كويس جدا في تمرينة الأهلي اللي انتهت منذ قليل، الجهاز الفني والطبي اطمنوا على حالة العائدين من الإصابة أو اللي كانوا اشتكوا. في بارقة أمل دلوقتي والدنيا بتتقدم يعني نحو الشفاء، هم في مرحلة استشفاء دلوقتي. وانت كلمنا الصبح الدكتور أبو عبلة، كان في قعدة لينا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، للحقيقة عملوا حاجة كويسة جدا تصل لمستوى بقى العالمية، وازاي فريق جاي يشارك في بطولة كبيرة زي كده. جابوا معاهم الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة، كان من ضمنها زي ما قال لنا الدكتور أحمد أبو عبلة جهاز السونار المحمول، بدل ما في لاعب بيشتكي من حاجه لسه هتدور على مستشفى وهتدور على مركز اشعه تكون الفقاعه وتخرجوا من الفقاعه وتدخلوا في مستشفى حدوته كبيره. فكويس قوي ان الجهاز الطبي جاب معاه جهاز السونار المحمول. لما اشتكى حسين الشحات في بدايه التمرين امبارح من شد في العضله الخلفيه، كان فيها بعض التكايه كده بعد مباراه بيراميدز الاخيره، لكن الحقيقه النهارده في التمرين يمكن بدا الجهاز يدي حسين شويه بشويه، بدا يلمس وبدات المساله تقول انه ممكن ان شاء الله يلحق. الله كل بيبذل مجهود، والحقيقه كل واحد قام بدوره بسم الله ما شاء الله، الظروف استثنائيه والجهود استثنائيه. صحيح. على فكرة كمان محمد هاني، يمكن هاني بيتعافى بشكل جيد جدا، إن شاء الله يكون عنده هو آخر فرصة للحاق بمباراة الخميس مع الدحيل القطري. محمد هاني يمكن بكرة أو الثلاث يدخل كرة بشكل قوي، النهاردة أدى تدريبات الجري ولمس كرة برضو على خفيف، لكن يمكن وليد سليمان اللي يستنى شوية على أمل اللحاق إن شاء الله. حالة تانية مز، فدي كانت ثلاث أسابيع يعني مقرر لها ثلاث أسابيع، وإنما يعني ما فيش حاجة يعني مع الجهود المكثفة ربما ينجحوا في اختصار الوقت، لكن في كل الأحوال كل واحد بيعمل اللي عليه.